مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم التحليل النفسي لترمدينا. كيف ما شفتوا طيله شهر رمضان الفضيل باننا كل نهار كنديروا حلقه اللي كتخص السلوكيات اللي كيوقعوا في شهر رمضان. كيكون حاضر معايا الدكتور عبد الجبار شكري، عالم نفس وعالم اجتماع، اللي كيحاول يوضح لنا هذه السلوكيات هذو. اليوم موضوع اليوم هو النصب والاحتيال في شهر رمضان. مرحبا بك دكتور. مرحبا. موضوع حلقه اليوم هو النصب والاحتيال في شهر رمضان. اول حاجه غنسولك، ما هو بعد النصب والاحتيال في شهر رمضان؟ اذا النصب والاحتيال في شهر رمضان هو مرور قلت في هذا الاطار في شهر رمضان، اذا ممكن ان نطلق عليه كذلك الترمدينات الاخلاقيه والسلوكيه اللي كتجعل الانسان يخرج عن المعتاد، كما هي الترمدينه هي خروج عن المعتاد والسلوكات السليمه في اطار علاقات مع الاخر والتعامل مع الاخر، فكذلك ديال هذه السلوكات الاخلاقيه والاجراميه هي الخروج عن سير سليم للمجتمع وبالتالي السلوكات السليمه داخل المجتمع. هذا النصب والاحتيال هو يشمل هو النصب على الاخرين بالكذب وبالغش، اما عن طريق اولا تزوير وثائق او عن طريق مثلا اتهام شخص ما معين او عن طريق استدراج شخص ما الى اما ان سلبوا امواله او احيانا دفعوا الى القيام بسلوك لصالح الاخر. اذا فهو النصب والاحتيال ان تنتحل على الاخر لاهداف معينه، اذا كيف ما بقاش تكون هذه الاهداف تكون وراءها واحد النصب، اي الكذب والغش والوعود الزائفه والكاذبه والاغراء، كل هذه كلها كتدخل في اطار عمليه النصب والاحتيال. نعم دكتور، على ماذا ينصب النصب والاحتيال في شهر رمضان؟ اولا ينصب على تزوير الوثائق، هذه اول حاجه. بمعنى ان النصب على الاداره مثلا، او النصب على اشخاص، او النصب كثير تنوجدوا هذه النصب تشبه الوثائق، اما انه كتكون عنده مثلا ما او كذلك النصب والاحتيال حتى في مثلا البطاقات البنكيه. اذا تنصنعوا تتم تزوير وصناعة مجموعة من الوثائق اللي هي أصلا مزورة وليست صحيحة من الناحية القانونية ومن الناحية الإدارية. وفي هذه الحالة هذه الوثائق من أجلها من لاش كتزور؟ من أجل الحصول على المال أو الحصول على موقف ما، أو حصول على مثلا على مسكن، أو حصول على شيء امتيازي، بمعنى أن الشخص يزور مجموعة أخرى الأوراق لكي يقنع الآخر بصحة موقفها بموقفه وسلامة موقفه. ثم النصب كذلك والاحتيال هو انتحال صفة. إذا هنا انتحال صفة مثلا تعتبر أنه مثلا شرطي داخل المجتمع وتبدأ يمارس ذاك السلوكات في إطار ابتزاز الناس، أو اعتبار الأستاذ يمتحن يبتز الناس، او باعتبار احيانا طبيب هو ليس بطبيب يبتز الناس. اذا فهذه كلها اما انها كتشمل سلب الممتلكات او سلب شخصيات من اجل تحقيق امتيازات معينه. نعم دكتور، شنو هي الانعكاسات السلبيه للنصب والاحتيال في شهر رمضان؟ اولا ذاك هي جنحه، النصب والاحتيال وجنحه جريمه يعاقب عليها القانون. قبل ان تكون هناك جنحه قانونيه يعاقب عليها القانون، فهي اظن هي ترمدينه اخلاقيه تخرج عن السلوك رمضان وطقوس رمضان، انه في رمضان يكون الانسان صائم وهذا الصيام تخصو يكملو بسلوكات اخلاقيه. اذا كيف يعقل ان تكون تدعي انك صائم وانك تمارس وانك تنصب وتنصح حتى في المجال ديال مثلا في البيع والشراء، مثلا تيغش في الميزان، تي ما تعطيش مثلا الميزان حقه، دايما تيسرق عباد الله في الكيلوات. ثانيا مثلا البضاعه كتكون ماشي هي هذيك مزوره، مثلا اللباس يكون ماشي هو ذاك تيكون البضاعه عندها ذاك السين مزور. اذا هذه تيكون هذا النصب بمعنى انه سرقة الناس، خداع الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا. اذا هل يعقل انك تدعي انك صائم لشهر رمضان
وفي نفس الوقت تقوم بالنصب والاحتيال، فهذا طبعا خارج عن المعتاد وخارج عن الطقوس الدينيه وخارج كذلك حتى عن القانون. اذا ضبط الشخص فهو يعاقب يحاكم بالسجن. نعم دكتور، كيفيه الخروج من هذا المشكل؟ هذا المشكل هو ان الناس اولا ما في الاطار ما كتنفعش النصيحه في هذه المسائل، كما تيقول لك مونتيسكيو ان الناس تحترم القوانين خوفا من العقاب الذي يحدث اذا تم اختراق القانون. اذا الناس راه عارفين ان القانون كاين وعارفين بانه كاين الدين، اذا ما ينفعش معهم المنطق ديال الوعظ والارشاد والنصيحه. المنطق الوحيد اللي فيه هو القانون والردع، والردع هنا لا يكون الا بوسائل الناس اللي تم عليهم النصب والاحتيال. اذا فالاشخاص اللي تعرضوا للنصب والاحتيال ما يسكتوش على حقهم، باش خصو يديك يعلنوا عليه ديك الرغبه في المصالح الامنيه والقضائيه لكي يتم عقابه. لان هذا الشخص كما كان الموقع ديالو طبعا، لان غيكون على الاقل في واحد المستوى اجتماعي معين، ما يكونش واحد متسكع، وانما واحد تيسعى الى تحقيق ما يكون خدام في اداره ولا يكون بيع او شراء، بمعنى ان معاقبته سجنيا فتحرمه من واحد الامتياز ديالو، هو يتوقف العمل ديالو سواء كان في اداره في قطاع خاص او في اخت مثلا ولا في الشركه، لانه حتى التزوير واختلاس الاموال ديال الشركه راه تيتم فيها التزوير وتزوير الوثائق الى غير ذلك، او لا كان تيتاجر حتى ديك البضاعه ديالو غتعرض لعدم البيع والشراء. اذا في هذه الحاله هذه خص الطريقه هي ان كل مواطن تعرض للنصب والاحتيال ان يبلغ به للسلطات الامنيه والسلطات القضائيه في هذا الاطار. اخر نصيحه لهاد الناس هادو؟ وهاد الناس هادو خصهم يعرفوا بانه راه اخلاقيا وانسانيا ما خصش يكون هذا الشيء، لانه ضد الدين وضد القانون وضد حقوق الناس. ما عندكش حق تسلب الناس حقوقهم وتسلبهم ممتلكاتهم بالنصب والاحتيال والتزوير. فواش تقبل انت نفسك انك تعيش ذاك الموقع؟ ابدا ابدا لن تقبل به، وما دام انت لم تقبل به فما خصكش تقبله حتى للناس الاخرين في هذا الاطار. دكتور كنشكرك بزاف على التوضيحات. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، ان شاء الله نلتقي معكم في حلقه مقبله وموضوع جديد. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.